للحديث عن الموضوع معنا مشاهدينا من بيروت رالف الحاج المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة الشرق الأوسط. أستاذ رالف مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. آخر الإحصائيات التي لديكم حول أعداد السكان داخل الغوطة وكم منهم خرجوا حتى الآن وأبرز الصعوبات التي واجهت خروجهم؟ مساء الخير. طبعا ليس لدينا أي رقم محدد للآلاف من الأشخاص الذين استطاعوا الخروج. اليوم الأولوية هي حماية هذه الأشخاص الذين يريدون الخروج من الغوطة الشرقية، عدم استهدافهم، وأيضا الأولوية للذين هم باقون في الغوطة الشرقية لعدم أيضا استهدافهم وحمايتهم. اليوم الأولوية الثانية هي الاستجابة السريعة لحاجات الناس والمجتمعات النازحة التي خرجت من دوما الشرقية. اليوم استطعنا إيصال تقريبا لأكثر من 20,000 شخص، يعني مواد جاهزة لتفيد 20,000 شخص، وهذا لا يعني أن هناك 20,000 شخص قد خرجوا من الغوطة الشرقية، ولكن نحن يعني نتحضر لمساعدة 20,000 شخص، وقمنا بتوزيع هذه المواد الغذائية إلى المخيمات مثلا في عبرة ودوير التي اتجهت إليها هذه الناس التي خرجت من الغوطة الشرقية. أستاذ رالف، وزعتم مساعدات للناس الذين خرجوا من الغوطة الشرقية، ماذا عن الذين ما يزالون داخلها؟ هل وصلتهم أي نوع من أنواع المساعدات حتى الآن؟ كانت آخر عملية إيصال مساعدات يعني منذ يومين، حينما كان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوسف بذاته على الأرض في دوما لإيصال المساعدات الإغاثية. استطعنا إيصال مساعدات إغاثية إلى أكثر من 25,000 شخص داخل دوما، ولكن طبعا هذا دائما غير كافي لأن الحاجات كبيرة، وكما ذكر التقرير هناك تقريبا أكثر من 400,000 شخص يعني في داخل الغوطة الشرقية، وهم بحاجة كأولوية للمساعدات الطبية. ذكرت حضرتك أستاذ رالف أنه الأولوية لديكم هي حماية الأشخاص، كيف تتم حمايتهم؟ الأطراف المتنازعة هي عليها المسؤولية لحماية الأشخاص، عليها المسؤولية بالتزاماتها تجاه القانون الدولي الإنساني الذي ينص على عدم استهداف المدنيين أينما كانوا وإلى أي جهات انتموا. اليوم نحن دائما نذكر كل الأطراف، وهذا دورنا في تذكير كل الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني، وأيضا ليس فقط عدم استهداف المدنيين بل أيضا عدم استهداف الطواقم الطبية التي تعمل على الأرض يعني إجلاء الجرحى من تحت الأنقاض، وأيضا الطواقم الإغاثية التي تعمل لإيصال المساعدات الإغاثية. هل التذكير يكفي برأيكم أستاذ رالف؟ نحن نعمل يعني كمنظمة محايدة، ودورنا دائما التذكير، لا نستطيع العمل يعني لا نستطيع أن نفعل أي شيء آخر. نعم. إلا الحوار يعني المتواصل مع كل الأطراف، إن كانت الحكومة السورية أو الجماعات المسلحة في الغوطة الشرقية. طيب، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. حدثنا من بيروت رالف الحاج المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة الشرق الأوسط.